كان تذكر محمد جيتك هنا وحكينا على الأحزاب وكل شيء. قلت لي أنت نهضة قلب تونس ائتلاف الكرامة، قلت لك في محمد فيش يختلف على بعضهم مع كامل احترامي لنسكل، وهنا نحكي على ذوات معنوية الأشخاص ما نحكيش عليهم، رأوا كل شخص عنده الحق في الاحترام، ما نحكيش على أشخاص، نحكي على ذوات معنوية. شنو اللي يجمع بيناتهم في تقديرك؟ هك شفته وانت التحالف شنو البرلماني اللي قرب نبيل القروي لسيف الدين مخلوف، وجاوبتك على نفس السؤال هذا، ونقول لك اللي هي السياسة الاجتماعية السياسة الاقتصادية ما يختلفوش على بعضهم، نظرتهم للعدالة الاجتماعية ما يؤمنوش بها أصلا، على المستوى الديمقراطي محاولة السيطرة على الإعلام، محاولة تكوين أو سن قوانين تخدم مصلحتهم هما الخاصة، وهذا قالوا مؤخرا أحد رموز الائتلاف البرلماني هذا. ما تعتبره أنت محاولة للسيطرة على الإعلام؟ الأستاذ سيف الدين مخلوف رئيس كتلة ائتلاف الكرامة يعتبره مشروع لتحرير الإعلام عدنان منصور. في كل الحالات أنا لا أنتظر من نبيل القروي أن يساهم في تحرير الإعلام، في كل الحالات الأخرين ممكن نستناهم شوية حتى نزيد نثبته، أما لا أعتبر أن نبيل القروي من الأهداف متاعه هو تحرير الإعلام. نعرفه نبيل القروي إيش قال في الإعلام، ونعرفه نبيل القروي كيفاش حط كيفاش شنية الأهداف متاع قناته كيما قالها، وشنية موقفها وموقفه هو موضوع الديمقراطي. وبالتالي نرجع لك اللي راه أنا مفهمتش تعجبت علاش الناس متعجبة من إعلان هذا التحالف أو الائتلاف البرلماني، بالعكس يشبهوا بعضهم في معظم المواضيع الاخر كل كلام فارغ. كيفاش ترى التحالف هذا؟ مولود شرعي اليوم عدنان منصر تحالف موضوعي؟ هو نتيجة لمسيرة بدأت عندها 8 سنين أو 7 سنين تحت داعي الواقعية والبراغماتية، ولكن الهدف من كل هذا هو منع نبيل القروي من الذوبان في عبير موسي. الدلالة اللي مدلته النهضة على سبيل المثال نبيل القروي، ليش الدلالة هذا الكل؟ خاطر نبيل القروي لو كان ما يدخلش الحكومة، ما يخوش مواقع معتمدين ولات مديرين دي بي دي جي مواقع في الدولة ينتهي تماما، لأنه مشروعه السياسي قائم على الكليونتيليزم، والكليونتيليزم إذا كان ما زبونية إذا كان ما تعطيش مواقع للناس اللي معاك الناس تهرب عليك. دونك كل ما يمكن أنه يخلي نبيل القروي موجود حتى الانتخابات الجاية هذاك من شأنه أنه نقص من إمكانية عبير موسي أنها تطلع، مفهوم؟ دونك كل ما يطلب نبيل القروي ياخذ. علاش تركز على نبيل القروي والنهضة وتستثني ائتلاف الكرامة؟ لا، على خاطر هو اللي يظهر في الائتلاف الثلاثي في هذا التحالف. علاش تستثني ائتلاف الكرامة وتهمش فيه؟ لا مش فيه. خطر توا بالنهضة وائتلاف الكرامة الناس عادة برشا ناس ميفرقوش، يظهروا كأنهم بنفس الفكر ونفس التوجه، كأنهم ندخلوش في التفاصيل، احنا ندخلوش في القلوب. شكون الثالث اللي ظهر كأنه لاصق بالساق مختلف عليهم؟ هو نبيل القروي. دونك انا حبيت نفسر لك علاش هالثلاثي هالتريانجل هذايا موجود من أجل يعني عدم السماح بأنه عبير موسي تبتلع البقية. طيب فما أحزاب أخرى في البرلمان ستذوب من هنا الانتخابات، لأنه الهدف هو خلق هذا الاستقطاب ما بين عبير موسي وما بين النهضة اللي هو استقطاب تعيس. مش موجود هو على أرض الواقع اليوم؟ موجود، ولكن هو استقطاب من هنا لنوصل الانتخابات سيسحق كل الأحزاب والقوى اللي في الوسط.